أعلن قائد شرطة ذي قار اللواء مكشنع تنفيذ أوامر قبض بحق عدد كبير من المتهمين ومصادرة أعداد كبيرة من الأسلحة والأعتداء من مختلف الأنواع. مكي أوضح أن وزارة الداخلية لديها خطة لحصر السلاح بيد الدولة، وأن الحملة ستشمل بقية أقضية المحافظة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة، مؤكدا في الوقت نفسه أن شرطة ذي قار قادرة على فرض الأمن وحفظ السلم الأهلي في تلك المحافظة. عشرت قيادة الشرطة ذي قار فجر هذا اليوم بعملية أمنية واسعة في قضاء الإصلاح لتنفيذ أوامر القبض ومصادرة الأسلحة غير المرخصة. أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين وضبط الأسلحة المعروضة أمامكم والاعتداء بكميات كبيرة جدا. قيادة الشرطة ذي قار إن شاء الله قادرة على فرض الأمن في كافة أنحاء المحافظة والحفظ السلم والأمن الأهلي. الوزارة بصورة عامة لديها خطة لحصر السلاح بيد الدولة. بداية الحملة وبداية الواجب من الإصلاح إن شاء الله ستكون كافة مناطق أو أقضية المحافظة ستشهد عمليات أمنية واسعة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة.